عندنا الإصدار الفعلي لأول نسخة من هذه السيارة في معرض بيكين سنة 2018، وتم الإصدار ديالها أو لا تم العرض ديالها في الأسواق المغربية ابتداء من فبراير 2020. أكثر حاجة وأول حاجة كتلفت الانتباه ديالنا في هاد لافاتور هي هاد الكالوندر اللي كتجي متميزة بزاف بهاد اللمسات ديال الكرومي افيك هاد اللوغو هذا ديال الدي اف اس كا اللي صراحة لا بزاف الناس ما كيعرفوش أن الدي اف اس كا هي شركة كبيرة وكبيرة بزاف وهي عالمية ومتخصصة في لا برودكسيون ديال لي فواتور اي سورتو لي فواتور اشويتر اللي عندنا في المغرب داك لي ميني بيكاب صغيورين. الوغ اللي ما كيعرفوش الناس هو أن الشركة قررت أنها تنافس وبقوة في سوق السيارات العالمي وسورتو في المغرب وحتى في شمال افريقيا بصفه عامه وحتى في اوروبا. كيف ما كتشوفوا لا فواتور كتجي انيقه بزاف وكتاثر لا طونسيون في الطريق بحيث ان عندها هذا الشكل هذا رياضي وانسيابي بواحد الدرجه كبيره، واللي كيعاونها في هذا الشيء هو هاد لي لين هادو اللي كيكونفيرميو هاد لوك ايروديناميك سبور دو لا فواتور. في القدام ديال لا فواتور هنايا عندنا هاد لي فو جو ولا اضواء النهار بيان سور، هاد لي فو اونتي برويار ولا اضواء الضباب بيان سور، هاد لا كالوندر بيان سور اللي كتجي متميزه وكبيره بزاف افيك هاد النقيطات ديال الكروم اللي كيعطيوها واحد لوك كلاس بزاف بزاف افيك لو لوغو بيان سور دي اف اس كا. عندنا هاد لا لين دو كروم اللي غاديه من هنايا حتى لهنا واللي كتزيد كونفيرمي الجماليه ولا تراكتيفيتي ديال لا فواتور. دابا اجيو معايا نكتشفوا لاغيا ديال لا فواتور كيفاش داير. الوغ اول حاجه عندنا هاد لا لين دو كروم اللي كتجي من الطرف حتى للطرف بيان سور افيك هاد لي فو فولاد اللي كيجيو حتى هما شادين من الطرف حتى للطرف كيعطيونا واحد الجماليه وواحد المنظر واحد الرفاهيه ما كنلقاوها غير في لي فواتور اللي كيكونوا من الفئه الثالثه او الرابعه تقريبا، واللي فعلا الثمن ديالهم ما كيتقارنش مع الثمن ديال لا غلوري. الوغ اون سكي كونسيرن لو كوفر فيه واحد لوبسيون اللي خطيره تماما اللي هي لوفيرتور سون كونتاكت لايك ذيس. الوغ هاد الحاجه اللي فريمون ما كنلقاوهاش في نيمبورت كيل فواتور سورتو افيك لا كاتيجوري اللي هي فيها اي بارابور او بري اوسي. ففعلا هاد لي زوبسيون كيزيدوا من الجماليه ديال لا فواتور. لاغيغ توجور عندنا فيه هاد لي فو اونتي برويار كاينين في لافون اوسي اللي كي حتى هما كيمشيو في لو ميم ستيل ديال لي فو اللي عندنا الفوق. الوغ عندنا هنا اوسي لي ديتيكتور دو رادار اوسي مع هاد لا كاميرا بيان سور ديال دو ستاسيونمون بيان اللي داخله حتى هي في لا كاميرا 360 اللي كاينه في لا فواتور كامله. عندنا دي جون 19 اللي هما 245 على 45 على 19 فهما من الحجم الكبير بيان سور وستيلي بزاف والستيل ديالهم صراحه الله زوين وغادي مع لا فواتور بون مانيير زوينه بزاف بزاف كيكونفيرمي ليها بيان سور لوك سبور ديالها. لي غاتروفيزور جاونا الكتريك رابطابل اوسي افيك اون كاميرا 360 اي لا سينياليزاسيون هنايا. L'ouverture de la voiture elle est sans contact et automatique. Je viens de la voiture a le style coupé qui fait que tu vois avec les lignes les qui prennent au radis de là ou qui تلاقاو مع هاد لا ليين حتى القدام ديال لا فواتور لي كي كونفيرميونا بيان سور لو لوك ايروديناميك ديال لا فواتور. وعندنا aussi هاد لي كاشرو هنايا بيان سور en plastique avec هاد لا ليين ديال الكروم. عندنا الكروم هنايا هنايا aussi هنايا على لي فيتر القدام في لاكالوندر القدامي بيان سور اي ميم لاغيغ فهاد الكروم اللي مشتش على فواتور بون مانيير صراحه طلع لي زوينه كيزيد من الاناقه والجمال ديال لا فواتور. عندنا اوسي هاد لابارتي هادي ديال لي بو ديشابمون اللي زوين بزاف واللي كيعطيو داك لو سي سبور اللي كنلقاو في لي فواتور دو لوكس صراحه في لي دو كوتي. لا فواتور بيان سور كتجينا بواحد الضمان ديال 7 سنين و 150 الف كيلومتر غولي. ملي كنشوف هاد لو نومبر بيان سور اللي عاطين في لا غارونتي كياكد لي هادشي ان لو برودوي اللي قدامنا او لا فواتور اللي قدامنا سي اون فواتور دو كاليتي. عندنا صراحه الله هاد لي فو اريير اللي كيجيو طوال بحال هكذا وكيجيو من الطرف حتى للطرف فريمون كيعطيو واحد المنظر رائع لا فواتور كيعطيو واحد المنظر ديال دي فواتور دو لوكس بيان سور اللي الثمن ديالهم كيتجاوز 600 700 الف درهم. اما بالنسبه للكوفر ديال لا فواتور فهو سباسيو بزاف فيه ما يقارب 379 لتر. هاد الحجم هذا او هاد السعه اللي يمكننا نضاعفوها اذا جمعنا لي سيج ديال لا فواتور فيرسيون نقدروا نوصلوها حتى ل 1400 لتر. الي رابطابل بيان سور بيان لو كوفر فيه لا فيرميتور لو فواتور اوتوماتيك بيان سور. كاينه واحد لوبسيون واحد اخرى بيان سور في لوفيرتور ديال لو كوفر اللي عجبتني بزاف سي كو نقدروا نتحكموا بهذا لو نيفو ديال لوفيرتور ديال لو كوفر ديالنا. شوفوا بحالاش اي اوب فوالا Après, on peut le réouvrir à Océanie
بعد ما شفنا لاغيير ديال لا فواتور سورتو لو كوفر غادي ندوزو جميع نكتشفو محرك السياره. اجيو معايا. بالنسبه لمحرك السياره فهو كيجينا مغطي بالكامل كيف ما كتشوفوا على ود لا بوسيير ولا الغبره. في الموتوريزاسيون اسانس ديال 9 الخيل كي ديفلوبينا 180 شوفو. اما لا كونسوماسيون ديال المحرك ولا استهلاك السياره فهو كيتراوح ما بين 8 حتى 8.6%. اما تسارع السياره من 0 ل 100 كيلومتر فهو 9.19 ثانيه. هلا وبما اننا في سياره رياضيه كيبان لي فهم الضروري والمؤكد اننا نجربو ونختبرو الفيتاس ديالها من 0 ل 100 كيلومتر اون كومبيان دو سكوند على بركة الله. الوغ 3 2 1 اوب. فوالا 100 كيلومتر. بعد ما تعرفنا على المواصفات الخارجيه ديال سياره الكلوري جا الوقت باش تكتشفوها من الداخل كيفاش دايره. اول حاجه كنحسو بها فاش كنطلع لا فاتور هي الفخامه. بيان سور لا فاتور كتعطينا واحد النوع من الفخامه واعر بزاف وكنحسو باننا كنسوق اون فاتور فريمون دو تري اوت كام. ديجا هادشي كيبان في لا كاليتي ديال لي برودوي اللي نستعملوهم. لو كوير ناب هنايا عندنا هاد البلاك بيانو هنايا عندنا بيان سور لو كونتور ديجيتال بيان سور افيك لو بوتون ستار ان ستوب ان فولون عندنا تري تري سبورتيف بيان سور اي سي دو لا بون ماتيير. فيه كاع لي كوموند ملتيميديا بيان سور اللي غنبغيو هنايا تو سكي ليميتور دو فيتاس تو سكي تيليفون وداكشي. الوغ عندنا اوسي هاد ليكخون ديال 10.2 بوس بيان سور اللي فيه ان تاكتيل واعر واعر بزاف. عندنا اوسي لا بارتي هنايا فيها لا كليماتيزاسيون افيك هاد الكير بيان سور ديال لا بواط دو فيتاس اللي عندنا بواط فيتاس اوتوماتيك كيف ما قلنا. الوغ عندنا اوسي هنايا لي بوتون دو كونترول مود درايف اي دو باركينغ بيان سور. عندنا لا كاميرا 360 عندنا هاد لوبسيون اللي كتعاوننا نهبطو في المنحدرات بيان سور. عندنا هاد لو بوتون اللي كيعاوننا ما نخرجوش على المسار ديالنا في الطريق بيان سور. عندنا اوسي لو فرام الكتريك. الوغ عندنا هنايا هاد لا بارتي هادي بوغ لي غوبلي بيان سور. هاد لا كودوار هنايا عندنا واحد مساحه تخزين اللي مهمه بزاف وكبيره هنايا افيك بور يو اس بي بيان سور اي لوكس بيان سور. وصراحه الله هاد لو ديزاين هذا اللي جا مجموع ملاقي من هنايا على كليماتيزاسيون جا زوين وعطى واحد المنظر فخم من لا فواتور. عندنا اوسي لا كليماتيزاسيون اي لي تاكسي 100% يعني ما عندناش داك لي تروك باش ريغيلاتور مانويل اللي كنبقاو نحركو بيدينا. جاو تاكتيل بيان سور كونترول توتال تاكتيل. عندنا اوسي هنايا ان شارجور بار اندوسيون بيان ان شارجور سون فيل شارجور سون فيل هنا اللي يقدر يهزنا حتى لدو تيليفون بيان سور. عندنا اوسي هاد لو بلاك بيانو اللي مشى من هنايا حتى لهنايا افيك هاد لو رابيل ديال الكروم ديال اللي كاين على برا كاين حتى لداخل بيان سور. الوغ عندنا اوسي حتى لو توا كي 100% بانوراميك اي اوفرون بيان سور كيفما كتشوفوا. عندنا ديجا هاد المساحه ديال التخزين اللي كبيره بزاف اللي مهمه حتى هي بيان سور هنايا. عندنا بيان سور لو كونتور كي ديجيتال حتى هو. عندنا اوسي هاد لي فيتر اللي كنتحكموا بهم اي سون سنتراليزي اي اوتوماتيزي بيان سور فلافون اي لاريير بيان سور. عندنا هاد لو كوير اتويزي في هاد لا بارتي هادي سي دو بون كاليتي صراحه الله جوده زوينه بزاف هاد لو كوير كيعطينا واحد الملمس زوين. عندنا اوسي لا سونوريزاسيون اللي هي بيونير بيان سور. صح طلع لي سياج راهو محسيت بهم مريحين بزاف. لو كوير اللي مستعمل فيهم سي دي كوير ناب اللي فريمون سي دو لا بون كاليتي افيك هاد لا فينيسيون بيان سور وكتحس بهم بانهم جامعين مع هاد الخرجات اللي عندهم هنايا. اي كيعطيك واحد لا سونساسيون بانك كتسوق اون فواتور سبورتيف. كنلاحظوا انه كاينه واحد المسافه كبيره بيان سور. انا تقريبا فيا 1.76 متر كاينه مسافه كبيره رجليا ما وصلتش للسياج. فاش سون بيان كو انا مرجع الكرسي كريمون لور كاع
هادشي كي لانه فريمون هاد لابارتي الي تري سباسيوز تهز 3 بيرسون حتى 4 بيرسون. صراحه طلع مع ان السياره جات كوبي من اللور شي شويه الا هو كاين اسباس كبير في المسافه الفوقانيه وفي القدام ديال الرجلين شوز لي ما امباكتاتش كاريمون المساحه اللي عند الناس ديال اللور. صراحه طلع سي ان بوين دو بلوس اونكور اون فوا للديفيسكا. Alors la voiture vraiment elle est très spacieuse. Adnan y a aussi de la partie de les sorties, elle bien sûr la climatisation. Adnan y a un chargeur bien sûr, une clé USB. Bah c'est déjà pas mal. Adnan aussi a de l'espace de stockage. Vraiment on se sent très très confortable face à l'arrière de la voiture. Adnan y a les baffes bien sûr. Les vitres sont électriques à l'arrière aussi comme nous avons déjà dit. Et même les airbags. Adnan 6 airbags de la voiture. Avec la vue bien sûr panoramique, les zouines, surtout mais quand le toit, qui a quand même la vue zouine, c'est quand même zoom, brafahia. On a aussi des sièges avant, les deux sièges avant, on a électrique et chauffant en même temps, qui fait quelque chose. سبسكرايب لايك وتفعلوا الجرس وتخليوا في كومنتار زوين كيف ما العاده. شكرا والفيديو اخر ان شاء الله.